عشان نفهم أكثر موضوع المحبة وكيف أنه مربوط مع الود، وكيف المحبة بتتطور لأشكال ثانية من الود اللي هي درجة قبل ما يصير فيه سلام. وعشان نفهم الموضوع أكثر، في إشي اسمه هرم المحبة، واللي بيشرح درجات الحب المختلفة وكيف كل درجة بتأدي لحصول الدرجة اللي بعدها. يعني بمنتهى البساطة، خلونا نأخذ مثال توضيحي يساعدنا على الشرح. مثلا إلقاء التحية على الناس اللي بنمر من جنبهم أو من أمامهم، هو مش فرض ولا إحنا مجبورين نسوي هيك، ولكن بالإسلام كثير ذكر موضوع إفشاء السلام بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهي من الأشياء اللي مش صعبة ولا غلط أنه نسويها، بالعكس هو من أهم الأشياء اللي ممكن نسويها، لأنه إفشاء السلام والتحية بتصنع حب من غير معرفة مسبقة. ولو فكرنا نرجع لهرم المحبة، رح نلقى أن الحب في النص، يعني بس درجتين قبل ما نوصل لدرجة السلام. صح أنه الموضوع ممكن يبين فيه نوع من المبالغة، ولكن على حياتنا ومجتمعنا كثير مفرح، وكثير مهم يكون عندنا هذا الوعي والإدراك لحقيقة الأمور عشان نكون فاهمين ليش قاعدين بنعمل هيك.